الدرايه طبعا كل واحد ليه الدرايه. تبع المحل الناس تقول لك مثلا ايه سر الاكل إيه؟ يعني العلاقه بينك وبين ربنا، لان انت 90% من شغلك بينك وبين ربنا، الزبون ما بيشوفش الا 10%. لما تحسن اللي بينك وبين ربنا هيحسن اللي بينك وبين الناس. لازم تراعي ربنا في اكلك في شغلك، الحاجه تكون بلدي. في محلات كتيره طالعه دلوقتي واخده اسامي زي اسامينا وبتشتغل ببضاعه مستورده، يجيبوا المنبار ده بتاعنا ده المنبار البلدي، في منبار مستورد صيني 90% من المحلات شغاله بيه ومكسبه كويس، بس مش احنا يعني ده بعد التنظيف الكيلو يبقى نص كيلو، ده المنبار البلدي بتاعنا، ده ما اقدرش اغيره، حاجه عمرها 80 سنه ما اقدرش اغيرها. محلات كتيره بتستسهل وتجيب المنبار الصيني يحطه في ميه يبيض يحشيه، ده مش عندنا. صلى على النبي. ميبقى بقاش جلجل